أعزائي المتداولون، أهلا بكم في موقع ديلي فوركس. نستمر في تحليلاتنا لمنتصف الأسبوع، وإليكم التقرير التالي. الدولار الأمريكي يستمر بالتقدم، مع كون كل من اليورو والدولار الأسترالي هما العملتان الأضعف بين العملات الرئيسية. تراجع زوج اليورو أمام الدولار الأمريكي مرة أخرى بشكل قوي، ووصل نحو أدنى مستوياته خلال عام بالقرب من المستوى 1.1300. قام زوج الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بالاختراق بشكل تصاعدي خارج القناة السعرية التنازلية، ويبدو الآن تصاعديا بشكل خفيف في الأمام. تراجع زوج الجنيه البريطاني أمام الدولار الأمريكي مرة أخرى بشكل قوي، ووصل إلى أدنى مستوى له خلال عام ما دون 1.2700. كنتم مع ديلي فوركس، تابعونا غدا للمزيد من التقارير حول أسواق العملات والأسهم.